غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلابي ابتدائية تبوك الأهلية، طلاب الصف الثاني ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ومع تدريبات درس أحب أن أكون أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية. من يقرأ لي السؤال الأول؟ أنا يا أستاذ. أنا تفضل يا خالد. السؤال الأول: ماذا عرض المعلم على تلاميذه؟ أجب يا بطل أجب. عرض المعلم على تلاميذه يا أستاذ مشهدا عن الصناعات الموجودة في المملكة العربية السعودية. أحسنت، بارك الله فيك، ممتاز. من يقرأ لي السؤال الثاني؟ أنا يا أستاذ. أنا يا أستاذ. نأخذ طالبا آخر، هيا يا صالح. من الذي قال أرغب أن أكون طيارا؟ أجب يا صالح. فواز. أحسنت، بارك الله فيك، نصفق له، ممتاز. ومع السؤال الثالث، من يقرأ لي السؤال الثالث؟ أنا أستاذ. تفضل يا حسن. ما المهنة التي اختارها صالح؟ اختار يا أستاذ أن يكون مهندسا معماريا. ممتاز، بارك الله فيك، حيو حيو يا أبطال حيو. ومع السؤال الرابع، من يقرأ لي السؤال الرابع؟ أقرأ وأنا. ما المهنة التي اختارها حازم؟ أعرف يا من أستاذ. يجيب لي عن السؤال؟ أنا يا أستاذ أعرف. هيا أبطال. أنا أعرف يا أستاذ. تفضل يا خالد. المهنة التي اختارها حازم أن يكون طيارا. لا لا، فكر جيدا يا بطل. أن يكون يا أستاذ أن يكون طبيبا. حاول مرة أخرى. عرفت يا أستاذ عرفت، أن يكون رجل إطفاء. بارك الله فيك، حيو 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 حيو. من يقرأ لي السؤال الخامس؟ أنا. هيا يا صالح. كم مهنة وردت في النص؟ أجب يا صالح. عدد المهن التي وردت في النص هي 8، وهي طيار، مهندس معماري، رجل إطفاء، طبيب، رجل أمن، حداد، نجار، فلاح. ممتاز، تحية قوية للبطل صالح. أحسنت يا بطل. من يقرأ لي السؤال السادس؟ أنا يا أستاذ أنا. هيا يا حسن. ما المهنة النافعة للوطن؟ يا أستاذ المهنة النافعة للوطن هي الطبيب. لا حاول مرة أخرى يا بطل. المعلم. حاول مرة أخرى. من يعطيني إجابة؟ عرفت يا أستاذ. أنا أعرف يا أستاذ. المهنة النافعة للوطن هي كل المهن يا أستاذي نافعة للوطن، لأنها تسهم في بناء الوطن وخدمة المواطنين. ممتاز، بارك الله فيك، صفقوا له يا أبطال، صفقوا له، ممتاز. عندي لك سؤال يا أستاذ، عندي لك سؤال لو سمحت. تفضل. ما المهنة النافعة للوطن؟ هناك علامة في هذا السؤال، ما أعرفها العلامة في آخر الكلمة، في آخر الجملة، ما أعرف هذه العلامة. هذه هي نقطة توضع في نهاية هذه علامة استفهام توضع في نهاية السؤال. جزاك الله خيرا يا أستاذي، بارك الله فيك. هيا سويا نذهب إلى التدريب الثاني، وهو عبارة عن وصل الكلمة بمعناها. من يجب أحلق معناها، أسبح أم أطير؟ أعرف يا أستاذ. أعرف. قول يا أستاذ خالد. أحلق معناها أطير يا أستاذ. ممتاز، أحسنت يا حبيبي. الكلمة الثانية أخمد، معناها أطفئ أشعل. أنا أعرف يا أستاذ. أخمد معناها أطفئ. أحسنت، ممتاز، صفقوا له يا أستاذ. الكلمة الثالثة أرغب. أنا أستاذ. أريد أم أقدم؟ أنا أستاذ. قول يا محمد. أرغب بمعنى أريد. ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك يا حبيبي. حلو الأستاذ بيتكلم، بقول أنا